رحمة. أنا أقبل هذه الملاحظة من ناس بعيدين، أما ناس يعرفوني فيعرفون أن ممارستي هي مو أكثر من حصانة باتجاه تكوين حصانة جديدة إضافة إلى الحصانة المبدئية. أنا كل حياتي اللي يصير بعثي عنده حصانة، عنده حصانة بقد حصانة عمر بن الخطاب. اللي يصير بعثي حقيقة بعثي هيجي يقوم يشوفه بضميره ومو بعيونه. يعني نقلب الأمور، شنو حصانة؟ منين نفتش عن حصانة؟ هو الحزب ليش قليل إيمانه، قليلة مبدئيته؟ حصانة ندور حصانة ليش بلا إشبلانة؟ يعني هذا واحد ما يثبت على نفسه اللي يفوت له بتكيه؟ يلا يثبت على نفسه. مستعد أظل عندي حصانة دز هسه أي واحد من هاللوجا. يعني هالأمور لما الممارسة الدينية أنا ما أخليها تدخل بالتقييم. تقييم بموجب هذه المبادئ. هذا يعني ما يصير الامور اللي تاخذ تفاصيل انه يشرب وما يشرب وذاك ما ادري شنو. يعني منو قال انه اللي يشرب صفه حميده ومنو قال انه صفه ذميمه؟ يعني مو شغلتنا هذه، احنا نجي ندخل بهذه الامور. احنا نقول كل تصرف يؤذي الحزب صفه ذميمه. باني سبعة بطاع البلية مشي ذي